ما لقوا سعادة، طفشانين زهقانين مساكين. ما في الدنيا سعيد أبدا إلا التقوى. كل الناس أشقياء إلا الأتقياء، وكل الناس أغبياء إلا أتباع الأنبياء. ولا يفرط في سنة النبي إلا الغبي، ولا يترك وظيفة الرسول إلا الكسول. وإن لم يكن إلا على بالك فأنت هالك. ولا سلامة إلا بالإسلام، ولا أمن إلا بالإيمان، ولا خلاص إلا بالإخلاص، ولا علاج للنفاق مثل الإنفاق. وفي كل ميدان أنت الأقوى بالتقوى. فكن منتبه من كل مشتبه، وكن حذر من كل قذر، وكن محترس من كل مفترس. تبغى تهتدي؟ تبغى تستقيم؟ سهل جدا جدا جدا، بس احذر ابن عمك الخسيس، ولد خالك الخسيس، وزميلك الخسيس، وجارك الخسيس، واللي ما يحذر الخساس يعيش مع البساس. انتبهوا، ترى الانسان، ترى الشيطان يربي. وين يربي الشيطان فيه؟ في الاسواق، في الاستراحات، في الشوارع، في المقاهي. ها الشيطان يخرج من هذه الاجواء الغافله شيبان حسده وشباب فسده. لهذا احبه بالله، الانسان حقيقته الروح، اما البدن علبه الانسان. هذا البدن مو بالانسان، هذا علبه الروح، علبه الانسان. جسمك هذا بصل وطماطم وجرجير وقرع وكوسه وفول وعدس ومقلقل وصامول يغمش ومنتو. هذا جسم الانسان، وطحينيه وشعيريه وفول. هذا جسم الانسان. لما ولدتك امك كم كان وزنك؟ 2 كيلو، 2 وربع، 2 ونص كيلو. من اجتها 70 50 80 كيلو؟ هذا كاس بصل اللي كلناها، كرات القرع والكوسه والطماطم والفول والعدس. فلماذا يتكبر الفول؟ ولماذا يتكبر العدس؟ ولماذا يتكبر الكوسه والباذنجان والقرع؟ يقول: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الفوز فيما فيه خسرانه؟ أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. تصور يوم الأيام إن شاء الله كلكم ملوك في الجنة. الله، ملوك، ملوك في الجنة. لكن كيف نكون ملوك في الجنة إذا كنا عبيد لله في الدنيا؟ لابد أن نكون عبيدا لله حتى نكون ملوكا عند الله. عبيد في هذه الدنيا ما نحب أحد أبدا إلا الله وفي الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نعتمد إلا على الله. أن يكون الله شغلنا الشاغل، نعظم الصلاة، نعظم المساجد، ونعظم أوقات الصلاة، ونعظم بر الوالدين، ونعظم صلاة الرحم، ونعظم القرآن.